الوطنية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أستاذ رامي، نتابع معك بتفاصيل إضافية حول من تم الإفراج عنهم وما إذا كان هناك أي تفاصيل حول العملية ككل. نعم، من تم الإفراج عنهم مساء الخير، ولكن ما هو وراء عملية الإفراج؟ هل هي حقيقة الأمر عملية إفراج عن نهال التي هي بالأساس موجودة في منزلها والتي هي حكم عليها مع وقف التنفيذ؟ ومن هي الإمرأة الإسرائيلية التي دخلت الأراضي السورية قبل أيام؟ لماذا لم يعلن عنها؟ وحتى ما يعرف بالمقاومة السورية لتحرير الجولان الموجودة في تلك المنطقة من القنيطرة، لم ترى أي إمرأة إسرائيلية اعتقلت قبل أيام. قد تكون القضية هي غطاء لرفات إيريكوهين، لرفات الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في معركة برج السلطان في لبنان، وتبحث روسيا عنهم داخل المخيم اليرموك. غطاء بأي معنى أستاذ رامي؟ يعني عادة يتم الإعلان عن تبادل رفات مقابل أسرى. يعني رفات مقابل أسرى، أين الأسرى؟ يعني أين ما كانت نهال هي في منزلها؟ عندما يتحدث النظام في عملية هوليودية بأنه ساهم بالإفراج عن أسرى، أي أسرى؟ وأين الإمرأة الإسرائيلية؟ لماذا لم نسمع عن هذه الإمرأة الإسرائيلية إلا الآن؟ أن هناك إمرأة إسرائيلية. لذلك أقول بأن حتى لو كان هناك إمرأة من عربة 48 دخلت الأراضي السورية بطريقة غير شرعية بين مزدوجين، يعني من هي هذه الإمرأة؟ وبذات الوقت لماذا تحدث النظام عن إفراج عن نهال الموجودة بالأساس في منزلها وحكم عليها معوقف التنفيذ؟ ولماذا لم يقل لنا النظام عن ماذا يبحث الروس في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في العاصمة دمشق؟ عن رفات من يبحثون؟ عن رفات الجنديين الإسرائيليين؟ عن رفات إيريكوهين؟ عن أي رفات يبحثون؟ هو كان في إعلان روسي بهذا الإطار، أو على الأقل يعني تسريبات تقول بالفعل أنه في بحث بمخيم اليرموك عن رفات الجنديين وعن الذين قتلوا بالثمانينيات. يعني في نوع من المعلومات حول هذا الموضوع وليس مخفي. يعني لا هو مخفي. لا، عند النظام الذي يتحدث عن الصمود والتصدي والطائرات الإسرائيلية والصواريخ الإسرائيلية، يعني تسرح وتمرح في سماء سوريا وسماء دمشق، وهو يتحدث عن إسقاط وعملية تهديدات. وحتى في بيان نظام بشار الأسد لمجلس الأمن الأخير قال بأنه سوف يرد على الإرهابيين. أستاذ رامي، بس حضرتك قلت أن المرأة من عرب 48، هذه معلومات مؤكدة المرأة الإسرائيلية؟ يعني أحد المصادر التي قالت هناك بأن هناك امرأة من عرب 48 قد تكون دخلت أراضي سوريا عن طريق الخطأ، ولكن حتى اللحظة هل صحيح هي دخلت عن طريق الخطأ ولا بالفعل؟ سؤال، يعني في نوعين من المعلومات أتت، معلومات تقول إنها دخلت عن طريق الخطأ، معلومات تقول إنها دخلت لأسباب شخصية، هل من وضوح؟ لا، يعني أسباب شخصية، قد تكون هي متزوجة من سوري، قد تكون لديها عائلة داخل الأراضي السورية، أقارب داخل الأراضي السورية. لذلك أقول بأن قضية تبادل أسرى وقضية هوليودية جاءت بالتزامن مع إعلان دوريد لحام بأن التطبيع مع إسرائيل قادم. طيب، يعني حضرتك تقول أنه هذه العملية التبادل قد تكون بإطار إمكانية تطبيع رغم يعني الغارات الإسرائيلية المستمرة؟ الغارات الإسرائيلية على الإيرانيين، وعندما يكون هناك غارات إسرائيلية على مراكز الدفاع الجوي ويقتل عناصر من الجيش العربي السوري بين مزدوجين، تكون لرد على هذه الصواريخ. ولكن الغارات الإسرائيلية تستهدف الإيرانيين ولا تستهدف قوات النظام بشكل أساسي. طيب، يعني الوساطة الروسية أيضا نسأل عنها هنا في هذه المرحلة. حضرتك ذكرت على عمليات التنقيب أو البحث عن رفات، ولكن يعني هل في أي تفاصيل من الجانب الروسي، أو هل من أي معلومات عن أنه قد يفصح الجانب الروسي عن أي تفاصيل؟ بأي لحظة قد يفصح الجانب الروسي عن عملية العثور على رفات في مخيم اليرموك؟ العملية مستمرة، والعملية يعلم بها مخابرات النظام ويعلم بها النظام، ولكن النظام لا قرار له في هذا الشأن. طيب، يعني هل النظام السوري داخل سوريا هل من إيضاح حول هذه العملية؟ هل هو أعلنها داخليا؟ هل في ردود فعل عليها؟ يعني ردود فعل عليها، هو يريد أن يروج للشارع السوري بأنه حرر أسيرات من سجون، يعني سجون إسرائيل، وأن نهال التي حررت ونهال موجودة في منزلها. عيب، يعني من العار أن يقوم بالضحك على جمهوره حتى ويقول بأنه حرر أسرى بالمقابل بأن نهال موجودة في منزلها في مجدل شمس وهي لم تسجن بل حكم عليها مع وقف التنفيذ. شكرا جزيلا لك ضيفنا من مدينة كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير